متفائل جدا بالمباراة لأنني أثق ثقة مطلقة وغير عادية في لاعبي النادي الأهلي وفي إدارتهم وفي مدربهم وكل المنظومة. كل المنظومة شيء مشرف وشيء رائع جدا جدا، ويحق لنا كأعضاء في النادي أن نفخر بهذه المنظومة كلها. أنا جاية من بدري علشان حرص على أن أتفرج على الماتش وعلشان أتمتع كمان يعني، وبعدين ده حبي لي، ما أقدرش أمجيش يعني. أقول لهم أنتوا رجالة وقد المسؤولية، وأكيد إن شاء الله ربنا هينصر. احنا جايين عشان خاطر نشجع النادي ونشجع النصر إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله المكسب النهاردة. قال لهم شدوا حيلكم وإن شاء الله ربنا هيقويكم وربنا هينصركم إن شاء الله. أنا بشجع الأهلي بقالي أكتر من 50 سنة، وعارف إن هم قد المسؤولية اللي عليهم، هيقدروا يعملوا حاجة ويفرحوا الناس كلها. قال لهم شدوا حيلكم واسم النادي الأهلي فوق كل حاجة. لازم تعرفوا ان انتوا بتلعبوا في اكبر نادي في افريقيا وممكن يخش العالميه قريب ان شاء الله. ان شاء الله انا متوقع ان الاهلي يكسب 3-1. اقول لهم في 60,000 جوه استاد برج العرب دلوقتي، وبره استاد برج العرب في 80 مليون مستنيينكم ان شاء الله ان انتوا تفرحونا، ومش تفرحونا بس، تفرحونا وبزياده. ما نكسبش 1 و2 و3، نفسنا نفس نتيجه النجمه الساحلي تتكرر، نكسب 6-2، ولو نعرف نكسب 10-2 نكسب، عشان هو ده النادي الاهلي اللي احنا متوقعين منه كل حاجه جديده وكل حاجه كويسه تفرحنا. انا بتمنى ان النادي الاهلي النهارده يكسب، ويكسب مكسب حلو عشان يريحه هناك في مباراه العوده. والنادي الاهلي بمن حضر طول عمره يعني، فان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يجيب 3-1 النهارده، وان شاء الله ان شاء الله ان النادي الاهلي قد المسؤوليه، وان شاء الله نعدي النهارده بنتيجه كويسه تريحنا في مباراه العوده. دي طبعا حاجه حلوه ان شاء الله نتفائل بالنتيجه بتاعه النهارده، وان شاء الله الماتش اللي هناك برضو نحقق نتيجه كويسه، ولازم نتفائل طبعا عشان نكسب يعني. اكيد طبعا قادرين يعني، حققنا كل الماتشات اللي فاتت وكسبناها، اكيد نقدر نحقق هنا في الماتشات ده ونكسب ونجيب نفس النتيجه كمان. ربنا يكرمنا ان شاء الله، يا رب يكون وشها حلو على الاهلي ان شاء الله، ونكسب بنتيجه كويسه تريحنا في الماتش الثاني ان شاء الله هناك في المغرب باذن الله. المباراه هناك هتبقى صعبه جدا، كمان فريق الوداد مش فريق سهل زي الفرق اللي لعبناها في الادوار اللي قبل كده. فرقه منظمه بتلعب كوره كويس متماسكه. انا كل واحد كلنا نتمنى الماتش يخلص هنا قبل ما يخلص هناك، تمام، لازم يحاول يخلص هنا بس. ومن ضمن الحاجات مهمه برضه في مباريات زي كده ان احنا نحافظ ما يدخلش فينا اجوان، دي اهم حاجه. ربنا اكرمنا وما دخلش فينا اجوان هنا، ان شاء الله الاهلي هناك مش من الفرق اللي ممكن يخش فيها اهداف كتيره بره.